هل هيتم صرفها قبل العيد؟ موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة للكل، وهي مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024. كتير من الناس بتسأل عن مواعيد صرف المرتبات على محركات البحث. وزارة المالية حددت مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل ومايو 2024، هقولها لك النهاردة ان شاء الله بالتفاصيل. هتتوزع المرتبات على 6 ايام في كل شهر، 3 ايام لصرف المتأخرات. هتبدأ مرتبات شهر ابريل من يوم 21 ابريل، ومتأخرات هتتوزع على ايام 4 و7 و8 من نفس الشهر. مرتبات شهر مايو هتبدأ من يوم 23 مايو، والمتأخرات هتتوزع على ايام 8 و9 و12 من نفس الشهر. وهتتوزع المرتبات ومستحقات العاملين على ماكينات الاي تي ام، ومش لازم تزحم نفسك وتروح البنك. مرتبات شهر ابريل هتكون متاحة في اي وقت من تاريخ بدء الصرف لكل جهة ادارية. تقدر تصرف مرتبك من اي فرع من فروع البنوك او البريد المصري المنتشرة في كل محافظات مصر. وزارة المالية حددت مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية، زي ما هنقوله لحضراتكم بالترتيب. بالنسبة للدرجة السادسة 6000 جنيه، الدرجة الخامسة 6500، الدرجة الرابعة 7000، الدرجة الثالثة 7500، الدرجة الثانية 8000، الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه، والدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه، الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه. ده كل اللي عندي النهاردة عن مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.